يا اهلا بيكم مره تانية. الحقيقه عندنا كلام كتير عايزين نتكلم فيه فيما يتعلق بماتش امبارح اللي ما كانش مرضي بكل يعني الصور. عايزين نتكلم عن اللي جاي. احنا عندنا فيوتشر وبيراميدز ان شاء الله الفتره الجايه في الدوري وفي الدوري، وعندنا كمان نهائي الكاس امام الزمالك. كل دي ملفات هنفتحها مع كابتن عادل طعيمة اللي منورنا في حلقه النهارده. صباح الفل يا كابتن. صباح الخير حضرتك. صباح جميل يعني، بس الصباح برضو حزين. يعني عايز اقول لحضراتكم كابتن عادل جاي النهارده اول مره يكون معانا ويبقى فعلا شكله يعني مش هقول محبط بس متضايق قوي. كابتن عادل باين عليك انك متضايق قوي، هل الموضوع بهذا السوء يعني لهذه الدرجه من وجهه نظرك؟ ما هي كرة القدم والنادي الاهلي هم الفرحه للشعب المصري والجمهور النادي الاهلي. جمهور النادي الاهلي بدون مبالغه والله يعني نقول 90 مليون، لا انا هقول 100 بقى، احنا عمالين نزيد والله. خلاص. فلما حضرتك تمشي في الشارع او انت قاعده في البيت والاهلي يجيب جول، ايه اللي بيحصل؟ الرجه بتحصل. مدينه نصر بنسمعها من المهندسين. شفت انت بقى؟ طب وانت ماشي في اسكندريه الكورنيش يترج لما الاهلي يجيب جول. لا دي حقيقه. طيب لما تلاقي الكافيهات كلها مليانه حزينه، لما انا بقى كلاعب ما اديش واجبي، او انا بقى اناني، او انا ما اناش عارف قيمه التيشيرت بتاعي. دي نقطه دي. ادخل الحزن على كل الناس دي عشان ايه؟ انت اولا بتلعب في مكان يعني ناخدها واحده واحده كده، اكبر نادي في العالم واخد بطولات، نمره 2 على المستوى المحلي والاقليمي، نمره 1، نمره 2 انا بعد ريال مدريد مباشره بالنسبه للبطولات القاريه. بالنسبه لافريقيا المنافس بتاعنا ما راحش كاس العالم اصلا للانديه، احنا رايحين كام مره؟ ايوه بنلعب نهائي افريقيا كام مره؟ يعني انجازات ملهاش حدود على يعني اجيال كتيره جدا شغاله والروح القتاليه موجوده. ودايما النادي الاهلي بيتميز بالشعار بتاعه الفانيلا الحمراء او الشياطين الحمر، زي ما احنا مش عايزين نقول شياطين لكن نقول الروح القتاليه بتبقى نمره 1 موجوده. شفتها في ماتش امبارح؟ لا هي بقالها فتره، والسبب برضو انا كنت مع حضراتكم دايما او مع الكابتن اسلام دايما كنت بأشيد اشاده كامله لموسيماني. من اول ما جه عمل انجازات وبطولات واداء اكتر من رائع. يعني في ناس كانت احيانا بتختصر يقول لك لا ده الاداء ما كانش، مين قال الكلام ده؟ احنا في كاس العالم للانديه احنا لاعبين مع مونتيري وكسبانين، واحنا معانا 14 لاعب وكسبانين الهلال اللي جايب قبل الماتش بتاعنا جايب 4 أو 5 لاعبين بملايين الدولارات عشان كاس العالم للانديه. احنا عملنا عليهم مباراه يعني اكتر من رائعه. الاداء الحلو ده بننساه؟ ما ننساهوش. فالراجل عمل بطولات وعمل اداء رائع جدا، لكن هناك بعض السلبيات عنده. السلبيات دي انا قلتها مع حضراتكم قبل كده، ان انا لما بكون بدي اكتر من لاعب مره واثنين وثلاثه وعشرة وبرضه ما بيدينيش الحاجه اللي احنا محتاجينها، فانا افضل مصر عليه وبلعبش البديل. ثم انا ما بجهزش البديل، انا بلعب النهارده. صحيح الراجل معذور 100%، قعد سنه و8 شهور او سنه و10 شهور بيلعب كل 3 ايام مباراه، وده طبعا يعني ضغط عليه وضغط على اللعيبه، لان برضه ده بيحضر للمباراه بيحضر للعيبه، كل الحاجات طبعا دي بتبقى ضغوط عليه. من ضمن العيوب ديت العيب اللي انا بقول لك عليه، الى جانب طبعا في حاجه ثانيه انه الاصرار على بعض اللاعبين وبقوا مجهدين، وهم كمان في نوع من الدلال ونوع من مش عايز اقول الدلع شويه، ان انا احيانا وانا بوجه انا عايز اوجه للراجل اللي في الملعب، الاقيه بيتدور وبيوجه بيكلم اللعيبه اللي قاعده على الدكه. جوارديولا وكلوب والناس اللي احنا بنشوفها بيقف يزعق في لعيبه ثمنها مليارات، يعني لا ابالغ كم مليار بيلعبوا في الملعب من اللعيبه دي، مليار جنيه طبعا. لعيبه بيقف يزعق لده ويزعق لده ويتكلم مع ده بحده ويوجه. انا مفروض اللاعب احيانا درجه تركيزه بتقل، لابد المدرب يعمل له عمليه تنشيط للذاكره. فانا لما ابقى
تنشيط الذاكره ان انا يبقى عندي بديل يعني، فاللاعب يبقى فاهم ان هو معرض في اي وقت ان هو يتم استبداله. وبعدين حضرتك البديل لازم يبقى قوي انا مجهزه. انا النهارده لعبت يعني مثلا امبارح كنت بلعب مباراه، النهارده لازم الناس اللي ما لعبتش او اللي لعبت مده قليله يكون بيلعب ماتش ودي. الحاجه الثانيه بأناشد وبتكلم اكتر من مره بقالنا سنتين، نظام اليوم الكامل، نظام اليوم الكامل العالم كله بيعمله، الناس المحترفين انا بدي لك اجر عالي جدا، الاجر العالي جدا ده انت بتاعي، انت ملكي، تيجي لي الصبح ان شاء الله ما فيش تدريب، تيجي بتعمل تدريب الحاجات اللي ناقصاك. امبارح شفنا الفرص اللي بتضيع، انا اجيب الناس دي الصبح واديها ساعتين شغل على المرمى، بحيث ان انا كل المواقف اللي بتحصل في المباراه انا بديها له الصبح، وبعدين التدريب الجماعي قاعد ادي للمدافعين شغل وادي للمهاجمين شغل. التسديد بقالنا 7-8 ماتشات التسديد على المرمى في المدرج. طب ليه؟ حاجة. طب ليه؟ وبعدين كلهم لعيبه دوليين طبعا. ما هو فين، معلش كابتن عادل، واحده واحده عشان دي نقطه في غايه الاهميه. لما اجي اقول ان انا الفينال بتاعي وحش جدا رغم ان انا اللعب بتاعي ممكن يبقى فيه استحواذ وماشي يعني بشكل كويس جدا وتكتلات وبتوصل يعني احنا امبارح 22 تقريبا هجمه كانت لعجول، يعني 22 لو انا ارقام. والماتش اللي قبليه 19 فرصه. طيب مشكلتي دلوقتي عشان بس نبقى واقفين عندها، انا نو واي اجي اقول دلوقتي اي حاجه خاصه بسواريش، بس الراجل لسه بيشوف، الراجل لسه طبعًا بيدرس. فالمشكله لانها متكرره قبل كده كمان حصلت كتير جدا شفناها في اللعيبه. طيب ايه يعني بخبره حضرتك برضو وهنرجع بالاجيال السابقه، لما بيبقى في مشكله زي كده دي بتبقى مشكله في اللعيبه في انهي جزئيه بالظبط؟ جزئيه فنيه، جزئيه يعني نفسيه، زي ما حضرتك قلت ضغوطات مثلا، دلالات، يعني خلينا نفهم. الفريق هنقول 30 لاعب، في نوع مجهد جدا، وانا قلت قبل كده برضو اللي لعب 90 مباراه زي السوليه وحمدي فتحي اللي هم لعبوا منتخب ولعبوا كاس عالم انديه ودوري وكاس بقالهم سنتين، وفي نوع تاني مش مجهد بس مش جاهز، ما بياخدش ماتشات كفايه، فبيبقى فاقد الثقه، وفي نفس الوقت لياقته البدنيه لما بنحتاجه ما بنلاقيهوش. الجزء في جزء تاني من كتر الدلع او كتر ال 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 النادي الاهلي بيدلع، المدير الفني لما يكون انا بغلط وما بيوجهنيش مره واثنين وثلاثه، يعني احد اللاعبين. حضرتك بتقصد مع موسيماني بقى؟ مع موسيماني طبعا الجهاز ده، يعني تحديدا مع موسيماني. الجهاز ده لسه اشتغل؟ لا، ما هو فايلر كان معانا برضه قبلها. لا، موسيماني اكتر واحد في مصر اشاد موسيماني. انا سوري، اشاد اكتر واحد اشاد موسيماني، مقتنع بيه 100%. لكن الراجل عنده اخطاء، نقول خطأين ثلاثه، لكن الراجل 95% نجاح غير طبيعي. في جزء الثالث، أنا قلت الجزء الأولاني اللي هو المجهد أصلاً، تمام، ودول قليلين 3-4، وفي جزء مش جاهز ما بياخدش ماتشات ودية، وفي جزء آخر مش عارف قيمة فانيلة النادي الأهلي. معقولة؟ والله دي نقطة صعبة قوي. صعبة جداً. والدليل على كده اللي يحس بتحركات اللاعبين في الملعب ويبقى شاعر بالجمهور اللي موجود في البيوت. صحيح ما فيش جمهور في المدرجات، لو في جمهور في المدرجات ما كانش يبقى ده الحال، لان انا لما يبقى مطلوب مني ان انا بدافع بطريقه معينه وبهاجم بطريقه معينه وتبقى الكره بتجي لي مره واثنين وثلاثه وانا المرمى فاضي، وبعدين احطها بالشكل ده وانا مش مجهد. طب انا ما بقولش اسماء، الاسماء دي انا ممكن اقولها في النادي، ممكن اقولها في اوضه مقفوله، لكن بتمنى اللعيبه اللي هي يعني انت حزينه وانا حزين وكلنا الجمهور الاهلي كله حزين نتيجه ان في نوع من الاسترخاء شويه، ما فيش الروح دي من اول دقيقه. الروح التتاليه دي يا كابتن عادل بعد اذنك عند النقطه دي بتاعت التراخي او الروح الغائبه، لان دي نقطه غريبه جدا الحقيقه، لا تتماشى بالمره مع فكره ان احنا بنقول الكلام ده على لعيبه النادي الاهلي، فاكيد ليها اسباب وليها مرجعيه. انا بس عايز استاذنك لان احنا لازم نطلع حالا فاصل، خلينا نقف عند النقطه دي ونرجع نكمل كلامنا انطلاقا منها بعد اذنك. فاصل ثم عوده، خليكم معانا.
اهلا بيكم مره ثانيه، رجعنا عشان نكمل دردشتنا مع كابتن عادل طعيمه اللي منورنا في حلقتنا النهارده، واللي الحقيقه الجزء الاخير من كلامنا معاه اتكررت فيه اكتر من كلمه غريب قوي ان احنا يجي علينا زمن نقولها على اي لاعب عموما من لعيبه النادي الاهلي، كلمه تراخي، كلمه دلع، كلمه روح غايبه. يعني احنا طبعا حيدنا في الاول تفصيله الاجهاد وطبعا في اجماع عليها، لكن من امتى اي لاعب في النادي الاهلي ممكن يتقال عليه النوع ده من الكلام او يتوصف سلوكه في ارضيه الملعب او اداؤه بالتراخي؟ ده بينتج عن ايه؟ هل في مساحه لمثلا عشان التغيير اللي حصل في الفتره الاخيره وغياب موسيماني وجلب مدير فني جديد، هل النوع ده من الاحداث اللي بتاخد اوقات مستقطعه من استرسال اللعيبه في العطاء دي ممكن تبقى بشكل او باخر سبب في غياب روح؟ منطقي ده؟ لم يحدث في تاريخ النادي الاهلي من يوم ما انشئ لحد النهارده ان كان في جيل ما عندوش الروح القتاليه، والولاد اللي موجودين دلوقتي عندهم الروح القتاليه بدليل البطولات اللي هم واخدينها والاداء اللي هم بيأدوه. لكن موسيماني في الفتره الاخرانيه حصل نوع انا بسميه كده من وجهه نظري، لان انا لما بلاقي مثلا عندي 3-4 بيأدوا اقصى جهد عندهم والاثنين ثلاثه اللي موجودين في وسط الملعب او في المقدمه ما بيأدوش الواجب الدفاعي بتاعهم، وبالتالي انا لما باجي اضغط يا كريم نهواندا لو انا بضغط على الفريق الوداد لو انا انتوا الاثنين ضغطتوا وانا ما ضغطتش يحصل ايه؟ لا خلاص خلل. فاذا ما ضغطناش كلنا مع بعض فاللعيبه وهي حتى التشكيل بيتقال بيبقوا عارفين ان في فلان وفلان ما بيأدوش الضغط ده، وبالتالي هم اللي بيتحملوا الاعباء. لما انا جاي لي اثنين، انا المفروض انا يبقى معايا واحد وزميلي معاه واحد. العمليه دي تكررت مره واثنين وثلاثه، وبالتالي بتبص تلاقي احنا عمرنا ما دخل فينا الاجوال ديت. ايوه عدد الاجوال ديت، وعمرنا ما ضيعنا اهداف بالشكل ده. ماتش سموحه انت تكسب سموحه 6-7 بالراحه جدا، 19 فرصه مؤكده، وقبلها في كل الماتشات. ماتش امبارح كام فرصه؟ الشوط الثاني كام فرصه؟ لدرجه ان احنا احيانا بنخش على بعض، يعني كوره حمدي فتحي داخل هيحطها شريف، نتيجه ان انا حتى ما بنكلمش بعض، عينينا مش على بعض، نتيجه ان عدم تركيز. ما اعرفش في روح كده انا شايفها، ولابد ان احنا نقول الكلام ده، لان احنا عشان نهدي الناس في البيوت ونهدي جمهورنا، الولاد بتوعنا دول جابوا لنا بطولات كتيره جدا. أيوة. واسعدونا جدا. من التهدئه الاصلاح، انا من وجهه نظري ودي رساله، انا طبعا ما بدخلش في الشغل حد، بس اللي انا بقول انه الفتره اللي جايه دي الشهرين دول في غايه الاهميه بالنسبه للنادي الاهلي. في فتره من الفترات، وطبعا مش يعني ما بقارنهاش بالفتره دي، في فتره من الفترات كانت في الستينات النتائج ساءت، كان رئيس النادي دخل لاعبين في معسكر في القوات المسلحه في الجيش، واحلق شعرك وشغل، كانت فتره عصيبه جدا. انا النهارده طبعا بعيد خالص عن التشبيه دوت، لكن انا النهارده بقالي عندي شهرين عندي 3 بطولات، ال3 بطولات دول بفضل الله وباذن الله اللعيبه ديت مع الجهاز الجديد لازم ياخدوها. هياخدوها ازاي؟ انا النهارده بعمل معسكر مفتوح من الصبح لحد اخر تمرين، اللعيب يروح على النوم، يجي الصبح الاخطاء، المدافع ده بيطلع يباصي غلط، يعني في مدافع يباصي من الطرف يدخلها جوه ويجي فينا جول، لا يبتدي يوقفه ويعلمه يعني ايه الباصه بتتحط ازاي. التمرير الشناوي لما يجي يباصي الباصه الصح، يبقى لازم يتمرن عليها كتير. الفرود الاوفر بيتعمل انت بتعمله لمين؟ لابد من خلال التكرار. انا كريم او هاني او اي حد رايح على الطرف بلعبها اي حاجه لازم لاعبها الواحد، الواحد ده يبقى مين؟ شريف رايح على العرضه القريبه، حسام على وسط الجول، طاهر على العرضه البعيده، يبقى انا مغطي الجول، مغطي الثلاث زوايا بتوع المرمى، انا بخش على بعض. وبعدين مش لازم كل مره اعملها اوفر، المره بروح وراح العبها على الارض. امبارح طاهر رقص الباك ليفت وراح عليه، والباك ليفت بقى بالمناسبه ده من اشبال الاهلي. اسمه سعدون، فانا بعد ما رقصه لو خد خطوتين ثلاثه جول راح شايطها. طب برضه نتيجه، واحنا عارفين طاهر لعيب هايل ولعيب راجل وياما اسعدنا، دي برضه نتيجه ان انا عدم التركيز. فانا بقول الشهرين دول
بتمنى انه يبقى فيه معسكر مفتوح للولاد يجي الصبح، وبعدين الجهاز لابد انه يعرف ثقافه اللاعب. انا الفتره دي ما فيش الروح، الروح ديت لابد انها ترجع بمنتهى السرعه، واوضه اللبس لازم يبقى فيه يعني تبقى اقوى من كده. وليد سليمان عليه دور، الشناوي عليه دور، عمرو السوليه عليه دور، اللعيبه الكبار كلهم عليهم دور ان احنا الروح القتاليه دي ترجع تاني. وفتره زي ما حضرتك قلت انا هوند فتره جوزيه كانوا كسبانين 5-6 وهم وكان بيقعد ينتقدهم ويقعد ويطلع ويعمل عقوبات ويعمل الثقافه يبقى اللاعب مش فاهم، هو انا مش كسبان دلوقتي ده انا جايب لا واحد نجم المباراه ويعمل له خصم لا طب ده انا لسه جايب جولين عارف بس دي حقيقه. يعني الجيل ده طبعا منهم كتير اصدقاء ليا يعني ونجوم لحد دلوقتي، بس هم كانوا بيحكوا لنا الحاجات دي فعلا. يعني منهم كابتن احمد حسن مثلا كان كان في على طول حاجات زي كده مع مانويل خصيفة. هو يمكن اللاعب بيبقى محتاج شويه الشد ده من فتره لفتره ربما. شوفي حضرتك برضو من ضمن كلامك دايما تودينا في السكه الصح يعني. لا ده دي الشهاده بقى يا كابتن عادل والله العظيم. اولا انت فكرتيني بموضوع زي الحته الثانيه، وهي يعني مفروض ان انا وانا بتعامل مع اللاعب انا كمدرب ببقى مربي ومدرب. مربي يعني ايه؟ يعني انا بربيه يحبني قوي ويخاف مني قوي. فدي حته مهمه جدا عند المدير الفني، يبقى زي الاب بالظبط، بربي فيه المسر والاخلاقيات وان بيحب زميله واللي قاعد بره الاثنين. ودي طبعا صحيح. موجوده في النادي الاهلي واحنا بنشوفها يعني مش محتاجه كلام يعني. لكن المدير الفني لازم يكون اب تخاف من ابوك جدا ووالدك جدا وبتحبه جدا. فدي معادله الجهاز الفني ان شاء الله مع كابتن سعد عبد الحفيظ مع الجهاز يوصلوها للعيبه. لازم الحته الاخرانيه اللي كان فيها نوع من اللامبالاه شويه، في احيانا واحد بيبقى شبع بطولات. الاهلي ما بيشبعش بطولات ولا الجمهور بتاعه بيشبع بطولات. اذا انت كلاعب شبعت من البطولات النادي الاهلي ما بيوقفش، النادي الاهلي زي القطر. طيب يعني عشان الوقت بس ما يجريش مننا كابتن عادل، عايزين من حضرتك مشكورا في عجاله، لو جات لك فرصه انك تقعد قعده رايقه مع سواريش وتقول له على اهم ثلاث نقاط من وجهه نظر حضرتك شخصيا لازم هو يحطهم في باله وياخدهم في الاعتبار ويتصرف في اللي جاي بموجبهم، وخصوصا ان احنا بنتكلم عن اللي جاي ده مش هين. احنا عندنا في ال 12 يوم بس اللي فاضلين حتى على نهايه الشهر عندنا ثلاث ماتشات، عندنا فيوتشر وبيراميدز في الدوري وعندنا الزمالك في نهائي الكاس، عشان يلحق يعني ينقذ ما يمكن انقاذه في زمن يكاد يكون قياسي، مطلوب انه يعمل ايه؟ يعني مش ثلاث حاجات، اولا نمره واحد زي ما انا بقول معسكر الشهرين دول ادي واحده معسكر مفتوح. اللعيبه بتيجي الصبح. الحاجة الثانية وليد سليمان والجماعة الكبار لازم يبقى ليهم دور زي أبو تريكة ووائل والمجموعة وعصام الحضري ومحمد بركات والمجموعة ديت. كان المدير الفني جوزيه على الرغم من ثقافته اللي كان يعرفها عن اللاعب المصري، الولاد دول برضو يبقى ليهم دور في لم اللعيبة ويبقى على طول موجودين مع بعض. الحاجة الثالثة يبقى عارف ثقافة اللاعب المصري، ومجرد أنت ما بتديله مرة واثنين وثلاثة وما قدلكش لابد تبقى انت مجهز البديل. لابد تبقى مجهز البديل. وبرضه اعتقد ومتاكد ان لجنه التخطيط مع كابتن الخطيب مع شركه الكوره بتجهز لصفقات. وبقول للاعبتنا برضه للجهاز الفني من فضلك جهز اللعيبه البدلاء، لان عندك انت مجموعه لعيبه، محمد محمود لاعب لا يقل ابدا عن محمد مجدي قفشه لو اخذ مباريات، وفي لعيبه كتير ممتازه جدا المفروض ان انا يبقى ليها دور، الدور ده لازم تاخده. وبعدين برضو بنبشر الجمهور ان احنا عندنا ناس كانت اصابات ابتدت ترجع زي محمد عبد المنعم وزي ياسر واول اخره. فطبعا رساله اخيره للعيبه، الاهلي قطر ماشي ايوه القطر ماشي، اذا انت ما لحقتش وتركب فيه بتنزل وفي البديل الكف. حلو حلو ده قوي. البديل الكف هيجي، انت هتبقى فين؟ النادي الاهلي جنه الكره الارضيه في مصر وفي افريقيا، انت هتروح فين؟ تخيل ان دي النعمه دي اللي ربنا اداها لك
مش هي موجودة. فرصة يعني هقول ملايين بيتمنوا ان هم ينضموا اكيد او ياخدوها، ينضموا الفريق الاول للنادي الاهلي. على كل حال كابتن عادل كل سنة وحضرتك طيب. الفقرة خلصت والحلقة والاسبوع، واحنا اجازة طبعا الاسبوع القادم ومناسبة عيد الاضحى. كل سنة واحنا جميعا يا رب ناجحين ومحققين كل اللي احنا عايزينه في حياتنا. كل سنة طيبة يا كريم. وانت طيبة يا هوندا. كابتن عادل طيب يا رب الحد اللي بعد الجاي تقريبا صح؟ احنا الاسبوع هنعرف اذا كنا الاسبوع كله اجازة ولا لا، بس يعني سو فار اللي انا فاهمه كده، ده اللي انا فاهمه الا لو حصل حاجه يعني. شوف حضراتكم على خير ان شاء الله، مع السلامه.